أعزائي المشاهدين متابعين الكرام، تستمر منافسات هذا الصباح ولنتابع معكم هذه الانطلاقة التي أعلنت قبل قليل، انطلاقة شوطنا الثاني عشر في هذه المنافسات والتحديات الجميلة على مدار الخمسة كيلو متر، حيث نشاهد معكم انطلاق سن الإذاع مع شعارات أبناء القبائل، وضمن السباق المحل الثالث نتابع مسار هذا الشوط الخاص بالجعدان، ونسير مباشرة إلى الصدارة وإلى المقدمة لنتابع المركز الأول والبداية الأولى. هذا سياف في مقدمة الشوط بشعار بن صفوة من يأتي بأول ندى في هذا الانطلاق، على المقدمة حمد بن راشد بن صفوة المري من يقدم انطلاقة سياف على مقدمة وصدارة الشوط. نقلتنا إلى المركز الثاني، نتابع في ثاني المراكز متابعين الأعزاء مع هذه اللحظات المثيرة، يتقدم وينطلق حياض مبارك بن محمد بن هادي الجربوع المري من يأتي بهذه الانطلاقة من خلال هياض اللي خذ المركز الثاني وثالث. المراكز نتابع الاسم المتقدم هذا القايد علي بن ثامر المزايد النعيمي من يقدم القايد في المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز نتابع الشعار القادم في هذه اللحظات متابعين الكرام، هذا هو طشار سعد بن عبد الله بن مبارك السويدي من يقدم انطلاقة طشار اللي خذ المركز الرابع. أما على خامس المراكز فالنايب يتواجد مع المركز الخامس سعود بن علي بن مبارك الفراج من يقدم انطلاقة النايب اللي خذ المركز الخامس مع هذه اللحظة. هذه نتيجتنا متابعين الكرام للشعارات المتقدمة في مسار هذا الشوط مع أول ندى في هذه الاندفاع مع الجعدان، لنتابع الاندفاع الرائع والجميل هناك في مقدمة الشوط بوجود هذه الشعارات والأسماء التي تأتي في مشهد رائع ومثير، نتابعه هنا على أرضية الميدان وعبر شاشة قناة الريان الفضائية مع هذه الأسماء في سن الإذاع مع صباح هذا اليوم. ولكن نعود إلى البداية الأولى لنتابع مقدمة الشوط. سياف مع البداية لازال على المقدمة وعلى الصدارة الأولى، حمد بن راشد بن صفوة المري من يبحث عن ناموس هذا الشوط من خلال انطلاقة سياف المتزعم لهذه المسيرة حتى هذه اللحظة، بينما في المركز الثاني يتواجد هياض مع ثاني المراكز مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي من يقدم انطلاقة هياض في المركز الثاني. أما على ثالث المراكز يأتي شعار النعيمي مع هذه الانطلاقة من القايد في المركز الثالث، ويبحث عن القيادة والريادة من خلال هذا المسار. علي بن ثامر بن ناصر المزايد النعيمي من يقدم انطلاقة القايد في المركز الثالث. رابع المراكز زيادة الفراج بشعاره ويتقدم مع هذه اللحظات المثيرة، هذا هو النايب الواصل بهذا الانطلاق سعود بن علي بن بارك الفراج من يقدم انطلاقة النايب. المركز الخامس، خامس المراكز متابعين الكرام، في المركز الخامس سنتابع طشار مع خامس المراكز في هذه اللحظة، سعد بن عبد الله بن سعد بن مبارك السويدي يأتي مع خامس المراكز من خلال طشار مع هذه اللحظات. هذا ثاني ندى متابعينا مشاهدين الكرام للأسماء المتقدمة، ولكن إذا شاهدنا خلف الفايف ستار نتابع مجموعة كبيرة قادمة نشاهدها عبر شاشة قناة الريان في الكادر السفلي، ما شاء الله على الأعداد والأسماء والشعارات القادمة والتي تأتي في هذا الاندفاع الجميل، تتدافع نحو الصدارة وتأتي بهذا الهجوم الرائع والجميل. عودتنا إلى الصدارة إلى المقدمة والبداية مع هياض في مقدمة وصدارة الشوط الذي لا زال يأتي بالانطلاقة الرائعة. مبارك بن محمد بن هادي الجربوع المري يقدم لنا شعاره، يقدم لنا هياض بهذا المستوى الكبير حتى هذه اللحظات. أما في المركز الثاني فيتواجد هنا سياف حمد بن راشد بن صفوة المري مع ثاني المراكز، ولكن الفراج والشعارة قادما بهذه اللحظات من النايب، النايب 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 اللي غير خذ المركز الثاني في هذه الأثناء، سعود بن علي بن مبارك الفراج من يقدم الانطلاق من النايب في المركز الثاني. والمركز الرابع يأتي الشعار النعيمي مع القايد علي بن ثامر المزايد النعيمي، وخامس المراكز
من وصل في هذه اللحظات متابعين الكرام، هذا ورسان القادم، ورسان الواصل، أحمد بن سعد الكعبي يقدم لنا ورسان في هذه اللحظات. ولكن أشوف السفير واصلا بهذه اللحظة، نايف بن محسن الشهواني بدأ يقدم السفير، وأتابع شعار الشهواني القادم بالطاير. أمبارك بن ناصر الشايق الهاجري بدأ يقدم لنا الطاير، عليه الرقم 1، وخطير هذا الاسم اللي وصل في هذه اللحظات. ما شاء الله يا الطاير، وصول واندفاع جميل مع هذه اللحظات من الأسماء القادمة والتي تأتي بمشهد رائع ومميز نتابعه من خلال هذه اللحظات. تتابع مروح الواصل منصور بن محمد السيف، الخيارين بأول ندى، يصل في هذه اللحظات ويتقدم. وتابع أيضا شعار بن دلهم بدأ يتقدم مع هذه اللحظة بوصول الريان. سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري بدأ يقدم الريان مع هذه اللحظة، ولكن أعود إلى الصدارة إلى هياض. ما شاء الله وتبارك الرحمن، العصا في الأبطان، الله يا راعي هياض على هذه الثقة مع هذا الانطلاق من هياض في المقدمة في الصدارة. أمبارك بن محمد بن هادي الجربوعي من يقدم لنا شعاره، هذا الشعار الدهم بالفعل، من يأتي بالصدارة الأولى، بينما السفير على المركز الثاني والشعار الخيارين قادما بمروح مروح مروح اللي وصل في هذه اللحظة منصور بن محمد السيف الخيارين، وبن دلهم واصل واصلا بالريان. سالم سعيد بن دلهم الهاجري من يقدم انطلاقة الريان في المركز الثالث، ثلاثية جميلة في اللحظات الأخيرة. الله 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 الله، لكن صايد الرموز مروح 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 مروح، يبغي السلامات إلى العوينة، ولكن هنا هياض هياض ومروح والريان في اللحظات الأخيرة، ثلاثية جميلة ثلاثية جميلة، لكن الدهن يعود بهياض إلى المقدمة إلى الصدارة. الله الله في اللحظات الأخيرة مروح مروح وهياض هياض هياض إلى الصدارة إلى الناموس إلى الانتصار. سلام يا الدهن، سلام، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. مبارك بن محمد الدهن من يقدم لنا هياض بالأداء الممتاز، بينما مروح من وصل ثانيا لمنصور محمد السيف الخيارين، الريان ثالثا بشعار بن دلهم يصل في الانطلاق، سالم سعيد بن دلهم الهاجري، ورابع المراكز كان من نصيب السفير نايف بن محسن بن راشد الشهواني، والمركز الخامس وصل الطائر اللي مبارك بن ناصر الشايق الهاجري. هذه نتيجة شوطنا الماضي، شاهدنا المنافسة والتحدي مع الكيلو الأخير إلى خط النهاية في مشهد رائع وكبير شاهدناه من خلال مسار هذا الشوط. ولكن هياض المتوج بناموس هذا الشوط، التوقيت الزمني 7:49 19 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للدهن على هذا الفوز، مبارك بن محمد الدهن المري اللي قدم هياض في هذا الانطلاق، بينما مروح من وصل ثانيا في 7:49 72 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمنصور بن محمد السيف الخيارين على فوز مروح بالمركز الثاني. ثالث المراكز كان الريان مع بن دلهم في 7:50 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن سعيد بن دلهم الهاجري على فوز الريان بالمركز الثالث.